علق الله يستر عليها الصف عارف هناك قطع مقطع مقطع مضاربة بين اللاعبين بعد الهدف هناك بين الجماهير ايضا دخلت لكن هناك العقلاء يبعدون كل شيء ويحاولون بعد اللاعبين ما الذي حصل بعد الهدف احنا نصور ونعرف ايش الحاصل ولاعبوها بسلامك لم يكونوا في الموعد ولم يستطيع المحافظة على المباراة ومن ثم هناك شغف بعد الهدف لأن المباراة خلاص في التسعين كما ترون الوقت الأصلي ايش الحاصل يا جماعة؟ أيضا أضيفت إذا كما هو المتوقع من هذه المباراة أن الأمور مباراة أعصاب حسمت مباراة أعصاب والله الله يستر ايش الحاصل يا جماعة من الهارب احد هارب احد مضارب الذي قال لك انه لا يسب الذي يقول يعني ترى اخلاق ليست رياضية انا من همسامك من لاعبي همسامك من الذي بيسب الذي بيسب من همسامك او من دربن دربن من مدينة دربن هذه ما في مشكلة من هذا الأشياء تحصل الهدف هو جعل الجميع أصلا شباب اليمن ها هو اللاعب مبروك مع الحكم أعطيك كرت أحمر مبروك لدي علاقة كبيرة مع أيضا هنا اللاعب الحكم الحكم مع الدري من يقبض من يمسك يا الله سهل مبروك مراد الحياتي توقع وتهانينا للجميع على هذا الأداء المشرف رغم الأخطاء الفردية تهانينا لفريق والعقلاء تدخلوا يمن عيم وأسكتوا الوضع وعادت الأمور إلى ما هي عليه فهل تضاف دقيقة للعب أم أن همشامك خلاص يائس من الوضع وحيدان الآن في وضعية يعني أدى الذي عليه والذمة أنا قلت لكم من بدايتها أن حيدان إذا قذفها مبروك صالح اللاعب الصغير فإن على حيدان أن لا يقفل وأن لا يعمل شيء لأن هذا اللاعب لاعب خطير جدا وصغير ورأيته هناك في مصر من ضمن اللاعبين التي أتوا المنتخب اليمني الأمريكي لاعب من أروع اللاعبين صغيرا لكن كبيرا في عطائه ويعول عليه المدرب إذا يحضر عودة الجميع الآن يعود الجميع إذا حكم المباراة يصفر نهاية المباراة انتهت المباراة بفوز فريق يمن ايم ميشيغان ايم ميشيغان مدينة دربن خلاص لأن الوقت انتهى وتمت الأمور على خير والحمد لله الولد الذي سب قد لحقوه كلهم وقد تدخل العقلاء بفضل النزاع الحاصل والأمور طيبة إن شاء الله أستأذنكم جميعا.